Bekam juga telah diakui oleh dunia kedokteran di barat maupun di timur, yang telah banyak mengambil manfaat ilmiah dari hasil-hasil penelitian panjang yang mereka lakukan terhadap keajaiban penyembuhan dengan berbekam. سأستعرض عليكم نتائج النتائج المخبرية التي حصلنا عليها بفحص دم الحجامة. وقد تبين من هذه الفحوص ما يلي: أولا، كانت أشكال الكريات الحمر في دم الحجامة غير طبيعية باستمرار، ومن هذه الأشكال الشاذة الهايبوكروميجيا، بير سيلز، تارجت سيلز، كرينيتد سيلز، سفيروسايتس، وطبعا اختلاف في الحجومة في الأشكال. مع ملاحظة أن عينات الدم كانت تؤخذ من شقوق الحجامة مباشرة قبل وضع كؤوس الحجامة لئلا يؤثر ضغط الكاسات على شكل الكريات. ثانيا، لاحظنا أن هنالك انخفاض كبير جدا في عدد الكريات البيض في دم الحجامة، وذلك في جميع حالات التي درسناها. تراوح عدد الكريات البيض ما بين 525 و950 كرية في الملي متر مكعب فقط. وربما يتساءل البعض عن ماهية الحجامة أو ماهية السر الذي يضمن في الحجامة هذه العملية الجراحية البسيطة التي تتصدى لأمراض مستعصية أعيت أساطين الطب الحديث، ولكننا في نظرة بسيطة إلى آلية حركة الجهاز الدموي نستطيع أن نتبين فائدة الحجامة ونعلم تماما فائدتها. إن جهاز الدم ذلك العالم الواسع بوظائفه وأركانه وأهدافه، إنه سير الحياة وشريانها، فهو يؤمن الاتصال مع كافة الأعضاء ويزودها بالوقود ويأخذ منها الفضلات ويؤمن لها المناعة والدفاع. هذا الجهاز شديد التعقيد عظيم الأهمية، يكتنفه الضعف والخمول تارة وتهاجمه الأمراض تارة أخرى. فمن مكوناته الكريات البيض والتي تمثل الجهاز الدفاعي عن الجسم ضد أي عدوان، ويبلغ تعدادها من 4 إلى 7 ملايين كرية في المليمتر المكعب. ومن مكونات الدم أيضاً الكريات الحمر والتي يبلغ تعدادها حوالي 5 ملايين كرية في المليمتر المكعب، والتي تقوم بنقل الأكسجين اللازم لإنتاج الطاقة إلى كل الخلايا والأنسجة، وتأخذ منها غاز ثاني أكسيد الكربون. إن الكريات الحمر تولد في نق العظام لتنتقل إلى الدم وتبقى قائمة على أداء وظيفتها 120 يوما، تبدأ فتية قوية، وعندما تقارب حياتها على الانتهاء تشيخ وتفقد مزاياها من نشاط وحيوية ومرونة وقدرة على العمل، ويتغير شكلها وتلتصق ببعضها، فإما يجرفها تيار الدم إلى الكبد والطحال، وإما أن تبحث عن أماكن الركود في الدوران المحيطي لتذوي إليها، ولن تجد أركض من منطقة الكاهل لأنها منطقة واسعة، وشبكة الشعريات الدموية أشد ما تكون تشعبا وغزارة، وهذا ما لا يخفى أثره في أن سرعة الدم فيه تفتر وتقل، فتترسب هذه الكريات مع شوائب الدم المختلفة لتبدأ مشاكل الخثرات والانسدادات ونقص التروية الدموية، وهذا ما أكده فريق طبي ياباني من خلال الأبحاث التي أجروها على الدم، فقالوا إن الشوائب في الدم هي السبب في إصابتنا بالأمراض المختلفة. هنا
تفرض الحجامة نفسها حلاً جذرياً لكل هذه المشاكل؟ من خلال الأبحاث التي قمنا بها على الدم الوريدي قبل وبعد الحجامة وعلى دم الحجامة وإجراء المقارنات بمشاركة أعضاء الفريق المخبري، تبين لنا ما يلي: أولاً انخفاض في سرعة التزفل حيث انخفضت إلى حدودها الطبيعية. ثانياً اعتدال في تعداد الكريات الحمر حيث وصلت الكريات الحمر إلى الحدود الطبيعية المعتمدة. ثالثاً هبوط خضاب الدم إلى الحدود الطبيعية في الحالات التي يكون فيها زيادة في عدد الكريات الحمر أو ما يسمى باحمرار الدم. ارتفع عدد الكريات البيض بنسبة 52% من الحالات وضمن الحدود الطبيعية. ارتفع عدد الصفيحات إلى الحدود الطبيعية في 100% من الحالات في حالات نقص الصفيحات عن الحدود.